السلام عليكم، معكم اخوكم عمر، حياكم الله اليوم في فيديو جديد. وفي هذا الفيديو شباب راح نكمل مغامراتنا مع سبايرو. لا تنسوا الاشتراك في القناه، ضغط زر اللايك، نشر هذا الفيديو، اكتبوا لي تعليق برضو يا شباب، استعدوا لهذه الرحله الجميله، اربطوا حزام الامان وخلونا نبدا. اوكي شباب، تستمر المغامره. هذا انا وصلت هنا. اوه شو كيف يا عيال البدايه. طب هذا المكان شو يبغى مني؟ يبغى مني 400 جوهره وخمس من البيض، فخلونا يا شباب نجمعها ونشوف شو الموضوع. يس ممتاز كذا يعني، انا كملت المرحله هنا. طيب خلونا نبدا بهذه دام انها اقرب شيء. شو اسمها هذه؟ الابراج المسحوره. يلا اوكي شباب، عندنا هنا 500 جوهر وست حبات من البيض. يا ساتر والله واجد السالفه. اجبرنا وحيد القرن على بناء تمثال لساحره، ثم بعد أن بنيناه اشتكت أنه كان قبيحا. برأيي التمثال أجمل منها بكثير. مساكين يا ولد تعبوا، خلوا الغنم في حالهم. أنت ليه تعال تعال مستانس وانت شاكوشك؟ والله عيل ذا جايب شاكوشه يبي يضرب، ما عنده مشكلة. لا لا ماني مخليك، لا انت ولا هو. ايوه رانيا هتشوف. اوكي ما في شيء، ممتاز. خلونا عيال نعود حيث كنا. ايه شباب الحين لازم اجي هنا قدام التمثال حق الساحرة. انا على وشك ان اكشف اخر قطعة من الوقت الحقيقي، فن الاداء رباعي الابعاد والذي اسميه الانفجار الكبير، وهو الرقم 9. الان ان كان بامكانك اشعال صواريخ الثلاثة في الارجاء ستكتمل تحفتي الفنية. ازهل ما طلبت شيء، وهذا الاول. هذا الصاروخ الثاني يا عيال. اوكي دمرناها عيال. هذا الصاروخ الثالث وبكذا دمرناها. اوبس نسيت انني خبأت هذه البيضة داخل التمثال. اتمنى الا يكون الانفجار جعلها تغلي بشدة. طلال اوبس، لازم يا حبيبي احرر ذا. يا الله. طيب شباب بما ان هذه المرحله مو كامله خليها بعدين نكملها. شوفوا يا عيال الكلب كلفه بسيطه، كلفه بسيطه. عند الوجه شوف كيف هذا البطريق حاقد عليه. انه صديقي العزيز سبايرو. ايوه لقد امسكت السحره بهذا الطائر الشقي الذي كان يرمي الحجاره على مصنعها للالعاب الناريه، لكنني انوي ان احرره بكفالتك شريطه ان تدفع غرامته. غرامته كم طيب؟ يا ظالم 700. لا اله الا الله. يا له من فاشل، يعني انه افضل ما كنت به اليوم سبايرو، أفضل مما قمت به طوال حياتك. أعني طبعا فهمت ما أعني. حسبي الله على إبليسك، والله إني مجبور. الرقيب بيرد. الرقيب بيرد 90068 بانتظار الأوامر يا سيدي. عليك أن تجد الضابط المسؤول عنك من أجل ذلك. مهلا ما تلك الأشياء؟ هذه آخر معدات الجيش، قاذفة صواريخ دي بي إكس 9 الأحدث على الإطلاق. إذن لما لم تستخدمها للهرب؟ لأن لدي ذخيرة محدودة وأريد أن أوفرها لهذا. إي بالله كفو والله إنك وحش. قل لي من أين أتيت؟ اعتقدت أن التنانين مات جميعها قبل آلاف السنين. حسنا، كانت الشائعات حول انقراضنا مبالغا بها، أردنا فقط بعض السلام والهدوء. إن كنت تريد السلام والهدوء فيجب عليك أن تبقى بعيدا عن العالم. سأستمر بتفجير بعض وحدي القرن لمدة أسابيع. مع السلامة. كفو والله يا رقيب بيرد. طب خلونا نخش عند الرقيب بيرد.
يعني إذا خلصت مرحلته بقدر يا شباب ألعب فيه، وبرضه في له مرحلة بالعالم الأول برجع أخلصها. علي تدريب الطيور الطنانة، يجب أن تكون بحالة جيدة للقضاء على الساحر. أوكي. اوكي حررنا هذا يا عيال، اتوقع لازم احرر 5 بس. كم يبغى؟ عندي 3 بيض و 500 جوهرة لازم يعني نخلص عليها. طيب وش عندك انت؟ شكرا سيدي. عفوا. وش عندك سيدي؟ الوضع على هذا الشكل، امس في الساعة 7:45 مساء غزت مخلوقات وحيد القرن، دفعنا بكل قوتنا سيدي، لكن بدون قيادتك لنا لم نتمكن من المقاومة بشكل جيد. عند 7 مساء تم أسر باقي أعضاء الوحدة، وأكمل وحيد القرن الاستيلاء على القاعدة. ما عليك نحررها. اوكي يا سلام كملنا على المرحلة، يا عيني عليك. والحين خلونا نعود أدراجا. ايوه جالسة تتمرن. تفاح تبا فدلي فو اكبر. اوه شوف ذاك عيل مبسوط. يا ساتر صار وحش متوحش. لنساعدها. أنت تمزح صحيح؟ أنا هرشت حرقك. نعم لكنها صوبت عليك. طفح الكائل. أيوة هانتر بيساعدها جلا. صح عليك يا هانتر. يا ويلك. شكرا. لا مشكلة. لحسن حظك هانتر موجود في الأرجاء. يمكنني الاعتناء بنفسي. بالطبع تستطيعين. هل تتحداني أيها الصغير؟ نفد منك السحر صحيح؟ ما رأيك أن أعطيك الأفضلية؟ سأتعامل معك لاحقا. هي لماذا عليك أن تخيفها؟ متخرفن ذا. طيب يا عيال بما أنني حررت هذا خلوني أرجع البداية العالم الأول. في عندي مرحلة أحتاج فيها الرقيب، هذه هي عيال المرحلة اللي أنا أحتاج أني أكملها. أوكي شباب هذا هو المكان. يلا وصلنا. يلا شو عندك؟ طبعا شباب بقي لي يعني في حدود 109. أحاول لعبة الغميضة مع أصدقائي، إن لم أتمكن من إيجاد أين أخف رؤوسهم لن يدعوني أنضموا إلى كوخي تيكي. ساعدني بجمعهم من جديد وسأجعلك عضوا شرفيا. ما أبي معكم. اوكي يا شباب باقي هذا عيال الاخير. كويس خذ هذه البيضة كرمز لعضويتك الشرفية في الكوخ. حلمي هنا. ممتاز عيال كذا انا كملت المرحلة 100%. يا سلام عليك. طيب شباب هنا عندي زوي. سبايرو لقد وجدت بيضة لكن فقط سباركس يصل إليها. هناك حفرة صغيرة تقود إلى مزرعة سلطعونات. أيه. يمكنني أخذه إلى هناك. يلا مرحبا سباركس،
قبل أن تذهب إلى تلك السلطعونات القذرة، علي أن أقدم بعض المساعدة. للبدء، لنتدرب على الإطلاق. اضغط زر هجوم للإطلاق. طيب، أوكي. ممتاز. يمكنك التحرك بسرعة بالضغط على زر اندفاع كسبايرو. أها. الآن الجزء الصعب، كونك يا عصوبا. سهل 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 سهل. كذا. أيوة. أثناء تجوالك سترى فراشات تعطيك الحياة كما في عالم التنانين. ليس هذا فحسب، بل بعض الفراشات ستعطيك قدرات خاصة. أوكي أوكي، أعطوني هذا. أصيب. أيوة. أنت جاهز سباركس؟ للمزيد من التوجيه. شكرا. سباركس عنده بيضة واحدة و200 جوهرة، كويس. يا سلام عليك. أوكي، هذا على الصندوق يطلع منها وحوش، لازم أدمر الصندوق. أوكي، لحظة لحظة. لا بس هذا ما يخلص. لا مو بهذا المفتاح. أجل هنا ولا هنا. لون الباب أحمر. المفتاح الأحمر هنا أخضر. هذا عيل هنا الأحمر. سنأخذ الجوهرة. سلام عليك. هنا عيل مفتاح الباب الأخضر. الباب الأخضر يا عيل كأني شايفه هنا تحت، صح ولا لا؟ ايه. ممتاز جدا. وله ما تنفع هنا. طيب هنا. كويس. الباب الأزرق لا، ألا والله هذا هو يعني الباب الأزرق. اوكي. لا تقولها. لا يا شيخ، ابغى ارجع انا. هذا يا رجال جلد لكم وجهه الحين. وله فرشناه. نورا. الله. باقي باقي باقي. شعال هذا اخر جوهرة هنا لقيتها. ونعود للوطن. وبس يا شباب، الى هنا نكون وصلنا الى نهاية حلقتنا. اتمنى تكونوا استمتعتوا. لا تنسون يا شباب الاشتراك في القناة، ضغط زر اللايك، نشر هذا الفيديو. نهاية الفيديو يا شباب، احب اقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. سلام.